نحن شباب نأتي إلى الرياض في ليلة السبت ولا نرجع إلا يوم الأربعاء، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة ونجمعها؟ وهل نصلي السنة الرواتب أم الأفضل أن لا نصليها؟ يا سبحان الله، تبي تقيمون أسبوع كامل وتقصرون الصلاة؟ من قال هذا؟ جمهور أهل العلم على أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أنه يتم الصلاة، لأنه أصبح مقيما وانتهى، انقطع سفره بهذه الإقامة، فيتم الصلاة ويصوم ويعتبر نفسه مقيما حتى يستأنف السفر، فإذا استأنف أحكامه. نعم.